قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها